ربي أريد في جمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فهدد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان في المؤمنين رحيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك. ربي أرني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.
وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات الصحابة والصحابيات كلهم أجمعين وإلى حضرات أهل المدينة والمدينة والخندقين والطبوقين وسائر الصحابة والقرابة أجمعين وإلى حضرات أولياء الله تعالى إنما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها من ذكورهم وإناثهم يا رب العالمين خصوصا منهم إلى حضرة القطب الرباني والغوث الصمداني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة السلطان العارفين سيدنا أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة قطب الأقطاب إبراهيم الدسوقي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة صاحب الجلال أحمد المدني قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين الجشتي اللتميري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرات ابنه فخر الدين الناوري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة قطب قوقن شمس العارفين مخدوم للماهبي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرات أولياء الله الذين في سلسلة القادرية والرفاعية والنقشبندية والصدروردية وغيرها من الطرق الربانية يا رب العالمين اللهم خاصة إلى حضرة شرافة يا قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة ابنه شجاع يا قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة بشير يا قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرات أولياء الذين في سلسلتهم يا رب العالمين اللهم أمدنا بمددهم واحمينا بحمايتهم واحفظنا بحفظهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين يا خير الحافظين يا خير الرازقين اللهم بحقهم وبجاههم يسر عسيرنا وسهل أمورنا واقض حوائجنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجمع بيننا وبينهم بدار جناتك النعيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله